قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ما هو مفهوم القوامة شرعا؟ يعني ما معنى أن الرجال قوامون على النساء؟ يعني إذا تصورنا طائرة فيها 400 راكب وفي مقصورة القيادة ربانها، فهذا الربان إذا كان موجودا في غرفة صغيرة وهو في قيادته للطائرة يحقق السلامة ل400 راكب، هل نعده محبوسا في هذه الغرفة أم أنه يقوم بأخطر عمل؟ فالمرأة حينما تقبع في دارها وقرن في بيوتكن، حينما تربي أولادها ليكونوا عناصر في المجتمع متفوقين، أنا أقول اجتهادي الشخصي، قد تحمل الزوجة دكتوراه في فرع ما، أنا أرى أن ابنها الذي ربته تربية صالحة علمته على الاستقامة والأمانة والتواضع والتفوق الدراسي، هذا ابنها أكبر شهادة لها، أعلى شهادة تحملها المرأة أولادها. فلذلك المرأة حينما تعرف قيمتها عند ربها ينبغي أن تعبد الله فيما أقامها. وأنا أضرب هذا المثل لعله يوضح، يعني لو فرضنا أن امرأة تحب الله كثيرا قامت الساعة الثانية ليلا وصلت قيام الليل وبكت بكاء شديدا من كثرة محبتها لربها ودموعها سالت على البلاط، في الساعة الخامسة تعبت أوت إلى فراشها وعندها 5 أولاد، ماما دبروا حالكم، هذا وضع الشطيرة من دون كيس نايلو، وصل الزيت للكتاب فعوقب في المدرسة، هذا ثيابه غير نظيفة، هذا حذاؤه غير جيد، الأولاد الخمسة تلقوا عقوبات من المدرسة إنها أهملت أن تجهزهم لهذه الساعة. أنا أقول التي تستيقظ بعد صلاة الفجر تدفئ الغرفة، تهيئ الطعام، تتابع وظائف أولادها، تتابع هندامهم، هذه أقرب إلى الله 1000 مرة من الأولى، لأن الثانية عبدت ربها فيما أقامها، عبدت ربها فيما أقامها، أقامها أماً، وقد تكون أقامها زوجة أو أقامها جدة، فالبطولة أن أعبد الله فيما أقامني. يعني مثلا في عبادات عامة كالصلاة والصوم والحج والزكاة، لكن ما هي عبادة الغني؟ وأنا أقول ما جعل الله الغني غنيا إلا ليصل بإنفاق ماله إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله العالم عالما إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله القوي قويا إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنة. إذن القوامة تحتاج إلى أن يكون الزوج على علم بحقوق الزوجة وحقوقه أيضا، فهذا الزواج في قيادة، والقيادة لابد لها من أن يكون الزوج على مستوى رفيع. لذلك قلت مرة في حلقة سابقة فاقد الشيء لا يعطيه، فالقوامة الرجل هو الذي أناط الله به القوامة، لا بد من هذا الزوج من أن يكون على علم بحقوق الزوج وحقوق الزوجة، بهذه المؤسسة التي هي الخلية الأولى في المجتمع، ما الذي يسلمها وما الذي يسعده وما الذي يشقيها وما الذي يضعفها، فلا بد من قيادة حكيمة لهذه المؤسسة. أنا أذكر مرة يعني أرى في كل طائرة قائدين لها، مرة قرأت خبرا لفت نظري أن أحد القائدين أصيب بجلطة، الثاني موجود، إذن دائما في تبادل أدوار أحيانا، فالزوجة حينما تعرف حق زوجها عليها، الزوج حينما يعرف حق زوجته عليه، المركبة تمشي بدقة بالغة. إذن فهمت من كلامكم أستاذنا الكريم القوامة أو القوامة هي درجة القيادة، وهي تكليف قبل أن تكون تشريفا، ومكلف أن يقود هذه المسيرة إلى بر الأمان. وكأن هناك شفافية في هذا التعريف، يعني ينبغي أن تعلم حقوق زوجتي وحقوق الزوج. أنا أذكر مرة أنه في بلد إسلامي في شرق آسيا
حالات الطلاق كثرت كثيرا، فأنشئت مدرستين، مدرسة للإناث ومدرسة للذكور. لا يتم عقد زواج في هذا البلد الإسلامي إلا إذا نجح الطرفان في الامتحان. يقال أن نسب الطلاق هبطت للعشر، فيجب أن نعلم ما حق الزوج وما حق الزوج. فلذلك أقول أنا هذا من مهمات الأم حينما تزوج ابنتها، من مهمات الأب حينما يزوج ابنه. حينما يقصر الوالدان في تعريف الابن أو البنت بحقوق الزواج تقع المشكلات. أنا أذكر أن نسب الطلاق هبطت للعشر بسبب العلم. العلم نعم أستاذنا الكريم. عفوا. وأزمة أهل النار في النار أزمة علم فقط، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كل إنسان يحب سلامته وسعادته واستمراره، وهذه الأهداف الثلاثة تتحقق في هذا الدين العظيم. نعم أستاذنا الكريم، إذن الرجال قوامون على النساء. الآن ربنا عز وجل يذكر سبب القوامة، هما سببان، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لو بدأنا بالسبب الأول، بما فضل الله به بعضهم على بعض، ما الذي فضل الله به الرجل على المرأة؟ يعني أنا مضطر أن أضرب مثال. أنا في عندي 50 راكب أريد أن أخذهم إلى بلد بعيد، أنسب مركبة لهم مركبة البولمان السياحية. هذه المركبة من خصائصها أنه أكبر مساحة فيها للركاب وأقل مساحة فيها لحاجاتهم. أنا إن أردت أن أنقل 5 طن إسمنت شاحنة من مكان إلى مكان أحتاج إلى شاحنة، والشاحنة أكبر مساحة فيها للبضاعة وأقل مساحة فيها للركاب، غرفة فيها راكب سائق ومعاونه فقط. إذن خصائص المرأة الفكرية والجسمية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها أو به. إذن الزوج أناط الله به القيادة، هذا التفضيل بما فضل الله به، إن هو القائد، لأنه إدراكه عام، إدراكه من نوع آخر. دون أن أقول هو أفضل، ليس أنا أريد أن أسأل يعني هل التفضيل يقضي الأفضلية؟ لا يقضي. خصائص هي خصائص. أنا أقول أيهما أفضل، البولمان أم الشاحنة؟ هذا سؤال خطأ. خطأ السؤال. البولمان لنقل الركاب أفضل، نعم، والشاحنة للبضائع أفضل. نعم. إذا كل طرف من الزوجين خصائصه الجسمية والنفسية والاجتماعية والفكرية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. هذا الفهم للخصائص مريح. نعم. والسبب الثاني للقوامة قال وبما أنفقوا من أموالهم، لأنه هو المرأة تأخذ المهر، أما الزوج يدفعه وينفق على زوجته. فالإنفاق كما مر بنا أحد مهمات الزوج، فإذا هو ينفق. لو فرضنا هو أنفق على زوجته مبلغا كبيرا جدا ثم طلقته هي، في مشكلة كبيرة. فالذي دفع المبالغ بيده الطلاق. لكن بالمناسبة احنا في عنا طلاق وعنا مخالعة وعنا تفريق. الطلاق بيد الزوج والمخالعة بيد الزوجة بطلب منها، والتفريق بيد القاضي. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم.